كمان صار على الآخر، لكن ما ممكن يتوقف قبل ما نسمع مرة جديدة نادين الراسي مع سميرة سعيد. صعبة جدا جدا جدا، إذا كنت أنا شخصيا ببذل مجهود فيها جامد عشان أغنيها، فما بالك أنت يعني. أستاذ روميو شو رأيك؟ صحيح صعب صعب كثير الغنية، بس غنوها اثنين لسميرة غنيتها بنعرف صوتها وبنعرف جمال صوتها. إنما برافو يا بنتنا الكريمة يا نادين. يس ويس من الأستاذ روميو، شو معنا؟ برافو نادين، أنا مش رح أزهق أقول لك برافو ولا رح أسمع ولا رح أزهق أسمع شو بتقولي. مروان قبل ما
تعطيني يس او نو، بدي اسالك لانه اشتقنا لك الاسبوع الماضي، بدي اسالك عن رايك بالبرنامج. اي برنامج؟ اللي نحن فيه. اه ايه. حلو كثير، حلو كثير، وعن جد يعني من وقت ما بلش لليوم في كثير الريتنج تبعه صارت عالي. حتى الاسبوع الماضي كنت عم بقول له للاستاذ روميو ومدام جمانه انه كنت بالدوحه بالاوتيل رايحين على المسرح، شافني واحد هيك لابس شورت قال لي انت؟ قلت له شو؟ قال لي شو عم تعمل هون؟ قال لي المفروض تكون بالال بي سي هلا. قلت له بسيطه، اليوم اخذ فرصه. سامحناك على كل حال. كثير كثير العالم متابعينه. عموما انا شايفه البرنامج حلو جدا، وبعدين انا شايفه انه كمان الريع اللي رايح يعني كل الفلوس اللي هتتاخد هتروح لمشاريع خيريه، ودي الحقيقه الجميله اللي موجوده في البرنامج. صحيح. وانا بقترح اذا بده يكون في سيزون 2 يكون اطول ويكون في كميه اكثر من الوطن العربي من السليبرتيز ومن الفنانين ان شاء الله. مروان، يس اور نو على الغنيه؟ الغنيه بحبها اول شيء كثير، وغنية صعبة. أول شقفة كانت خوفتنا كثير الست نادين بأول شقفة الواطي وهذا، بس بعدين على العالي رجعت استلحقتي. شكرا مروان. بشكر اللجنة وضيفتنا النجمة سميرة سعيد. بعد ما سمعنا أعضاء لجنة الحكم المشكورين على دعمهم ومشاركتهم ونصايحهم، بخبركن انه التصويت توقف وكلكن ناطرين النتيجة. مين اللي بفوز بالجائزة الأكبر بديو المشاهير اللي قيمتها 50,000 دولار؟ أمير أو نادين؟ قبل الجواب نتوقف مع آخر المغادرين، كريستينا صوايا اللي تسلمت الأسبوع الماضي تشيك بقيمة 17,500 دولار وسلمته لإحدى الجمعيات.